حلقات أرينود. صح، أنا عرين، أنا عرينود. اليوم الفيديو راح يكون راح أخذكم معنا على أكوا فلوريا. أوكي جايز، هذا المكان فيه بقلبه أكبر حوض سمك باسطنبول. تخيلوا، أنا كتير متحمسة حتى أخذكم هناك. أنا كمان متحمسة كتير إنه في هناك بطاريق وفي كل أنواع السمك، كل أنواع أي إشي موجود بالمحيط موجود هناك. فأنا كتير متحمسة عشان أصوركم هذا الفيديو أو نعملكم جولة في هناك المكان. بالضبط، هاي انا متحمسه لحتى اشوف القرش كمان. يا انا بعشق ايش اسمه القرش. ف يا بس هيك، قبل ما نروح على الاكوا فلوريا لا تنسوا تحطوا لايك وشير سبسكرايب وضغط على الاسم اللي تحت، حصلكم كل شيء. اذا بتحبوا تتابعونا على انستغرام تيك توك. وبس هيك، هلا خلينا نبلش بالفيديو. لازم وصلنا انا وعنود على اكوا فلوريا، كثير حلوه. اول شيء قعدنا بالسفينه، هلا رح اوريكم اياها، بعدين رح نكمل لقدام ونوريكم المناظر الحلوه. صح، ليتس جو. اوكي جايز، هاي هي السفينه، كنا قاعدين فيها جوا انا وعنود، بعدين هلا رح نكمل لقدام. شوفوا أكبرون. شو تشبه لون شعرك؟ عنود لا تحط إيدك بعضه. عنود بتحط إيدها يا جماعة، والله رح تنعض عضه. يا راحت علي. جايز شوفوا هون في قليل البحر، طلعوا احلى، كثير حلو. شوفوا هدول السمكات بكونوا على السقف، انت بتمشي بكونوا فوق. حبيتي؟ كثير. اوكي نكمل طريق الان. مش بها شعرك على فكرة، كتير من غير ما نضحك مواد. جايز لقينا شبيهة عنود، بالله تعيد الرقصة. اوكي جايز هلا راح نكمل لقدام. طلع الالوان، حبيت. جايز طلع عن جد هون احلى سمكات، طلع الوان ما احلاهم ما شاء الله. شو كيوت. سمكه ختياره كثير كبيره بالعمر، حتى بتمشي زي الختايره حتى. الله السفينه. اوكي هاي سفينه قديمه قديمه. طلع هون في ساعه قديمه صح؟
هاي سفينة قديمة. الله كيف بجو انك تسوي قبطان؟ شكرا الحجرة بصخرة بسبب هذا القش. استغفر الله العظيم منك. منظر بخير اقسم بالله. مش قادر اطلع عليك. عادي منظر والله كيف. لا يا سلام اكبرك. لا قبل شوي كانت تطفي وتشعل يعني كان في المرأة. اه بالضبط. فزيان فزيان تعال اسمع 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 كأنه بيمشي على البحر حبيت هون في سمك بس مش حقيقي بس عجبوا عنه. اوكي نكمل. اوكي يجوز ناخذ انا عند هلا استراحه نشرب شيء او ناكل شيء بعدين نكمل صح؟ اوكي جايز اخذنا انا وعنود شوكولاته بفراوله طلع من احلى منظرها انا عليها كندر بس كثير في شوكولاته عليها. يلا هلا احملش اكل ليتس جو. يلا بسم الله. وبرا في كمان اشجار كمان اصفر صح في حياتك انجي حياتك. اوكي يلا تعال نشوف الباقي. جايز شوفوا هون في ضفادع بس طلعها الوانها سبحان الله. صح شكلنا رح ناخذ بطريق. شوفوا هون في فلامينغو انا كثير بحب الفلامينغو شو ما كتب. كان كمان مقات على شكل سمك. في كمان حمار وحشي ببغاء. I love it. ما رح ناخذهم كلياتهم رح ناخذ بس واحد بس واحد. قرري بسرعه واحد قبل ما نخلص المحل. يلا لا بس هاد بس. ايه شو هاد؟ ما احنا زي معنا اطفال. تعال نكمل بقيه المحل. جايز شوفوا شو لقيت. هدول المقات كانت مامتي جبنا اياهم ونحن صغار. طلعوا بلاستيك كثير حلوين كثير كيوت. اي لاف يو ماما. كانت جبنا اشياء حلوه والله. ماما كانت تجيب للبنات زهري الي ولاخوتي الشباب او الاولاد كانت تجيب لهم ازرق. الله عليك يا ماما. والله كان ذوقها حلو. اوكي جايز دورنا انا وعنود على كثير اشياء بس اكثر شيء عنود حبت هاي الميدالية. هوريكم اياها بطريقة بيرقص فيها. شو كيف بيرقص عنود؟ مش انت هو هو كيف ما احلى كثير كيوت. قررنا ناخذ هاي الميدالية انا وعنود. خلص اجي هاي تمام خلص تمام كويس. رح اخذ فلامينغو انا شكلي خلص رح اخذ فلامينغو.
اوكي جايز اجينا لحتى ناكل انا وعنود، بس اكيد ما رح ناكل اخطبوط. رح ناكل سمك وجمبري وهيك اشياء. يس بحب الجمبري. مع عائلتنا رح ناكل هلا انا وعنود. بتمنى انه عجبكم هذا الفلوج، وكمان اكتبوا لي تحت بالكومنتات اذا حبيتوا. yes. وكمان اذا في اماكن في اسطنبول حابين نروح نزورها انا وعنود ونصوركم فلوج اكتبوا لنا تحت الكومنتات. بس هيك لهون بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم هذا الفلوج لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب وغطوا على الزر اللي تحت لكم كل شيء. اذا بتحبوا تتابعونا على انستغرام تيك توك. وبس هيك بحبكم كثير. سنه فيديوهات جديده لقاءات جديده وعقبات جديده. باي باي.